أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما نعوذ به من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، ابتداء أتقدم بالتحية والشكر لهيئة علماء المسلمين، وعلى رأسها فضيلة الأستاذ الدكتور مثنى حارث الداري، أن أتاحت لنا الفرصة لكي نلتقي في هذا المحفل العلمي البهيج. ومن الأمور التي يجب أن تستقر في الأذهان أن المسلم ينبغي أن يكون مثقف الفكر، ومن هذا المنطلق يدور المحور، يدور المؤتمر كله حول تثقيف المسلم وحول إرساء هذا المبدأ الذي يجب أن يكون أساساً لتكوين عقلية المسلم وشخصيته. ونحن اليوم نلتقي حول الفكر والحركة الفكرية والثقافية في العراق، ولطالما اشتقت أن أزور العراق وأن أتنعم برؤية هذا البلد الذي قاد العالم الإسلامي قرونا. أول وصلتي بالعراق كانت منذ 16 عاما، حينما دعيت إلى مؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي حول القاضي عبد الوهاب البغدادي، فكتبت عن شعره بصفتي متخصصا في الأدب العربي الحديث أو في الأدب العربي، فكتبت بعنوان القاضي عبد الوهاب البغدادي شاعرا. والقاضي عبد الوهاب توفي في عام 420، وكانت وفاته بمصر. ثم كتب لي أن أزور العراق وأن أحضر في محفل علمي بهيج أيضا في بغداد منذ شهرين بالتمام والكمال، في مؤتمر حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وكان في 15 فبراير الماضي. فتحية وتقديرا لأهل العراق ولشعب العراق ولعلماء العراق، ونسأل الله عز وجل أن يعيدها إلى مجدها وإلى قيادتها وريادتها للأمة الإسلامية إن شاء الله. الجلسة الآن تدور حول دور العلم والمعاهد والمدارس والأسر العلمية والمؤسسات الشرعية وصلتها بالحالتين العلمية والفكرية. أشكر ابتداء أيضا الأستاذ الدكتور أحمد عواد الكبيسي بكلية الإمام الأعظم ببغداد على تنازله عن الوقت وعن إلقاء كلمته ليتيح الفرصة للإخوة المشاركين. البحث الأول: نهضة الأمة، المجمع العلمي العراقي من خلال مطبوعاته نموذجاً. يتفضل بإلقاء كلمته الدكتور مجاهد مصطفى بهجت، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أيها الحضور الكرام بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع البحث: نهضة الأمة خلال المجمع العلمي العراقي وضمن مطبوعاته. يدخل في هذه الندوة العلمية المباركة، وحدود الدراسة هي العراق وضمن القرون الأربعة الأخيرة، والدراسة جديرة، هذه الحركة جديرة بالدراسة عفواً. والمؤسسة العلمية
أكثر جدارة بالدراسة، لأن العمل الجماعي هو المقدم. فنحن نعبد الله ونكرر 17 مرة في كل صلاة: إياك نعبد وليس أعبد. ويتفق هذا البحث مع المطبوعات التي نشرها المجمع خلال هذه المؤسسة العريقة خلال 70 سنة تقريبا. وقد صدر كتاب المجمع في 50 عاما، للأسف لم أتمكن من الوصول إليه. الدراسة تركز على حدود 150 كتاب، النتاج الفكري والعلمي. خطة البحث كما ترونها في تمهيد وخاتمة، وفي مبحثين. المبحث الأول صنفت هذه المطبوعات ضمن اتجاهين: اللغة العربية، اللغة والأدب والبلاغة، والتاريخ والحضارة والجغرافيا والتراجم. وأخيراً نموذج اتخذت من شخصية شيد خطاب نموذجاً، لأنه مجمعي، هو عضو في المجمع، ولأنه جمع بين الصنفين من العلوم: اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، كما سيأتي في آخر البحث. هذا النموذج هو محمود الخطاب. التعريف في هذا التمهيد بإيجاز لمؤسسة المجمع العلمي: من أهدافه الرئيسة هي الأساسية العناية باللغة العربية وبالتراث العربي، وتشجيع البحث الهادف، والإسهام في حركة التعريب، والعناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته. ويسلك لتحقيق هذه الأهداف وسائل متنوعة متعددة، منها وضع المعجمات والموسوعات وتحقيق الكتب ونشرها وإصدار المجلات، له مجلة دورية فصلية 4 أعداد، وإقامة الندوات والمؤتمرات. بدأت فكرة المجمع مبكرة، 21 بعد 900 وألف، ثم صدر قانون المجمع الأول في 47، وتوالت القوانين، وفي 96 توسعت هذه الأهداف، صار شبه أكاديمية. قد سر بعض ولم يرق هذا للبعض، والمهم هذا ما وقع. عدد أعضاء المجمعيين يتراوح من 20 إلى 40 عضوا، وله 8 دوائر علمية تتصل باللغة العربية والكردية والسوريانية والتراث والإنسانية والعلوم الصرف والعلوم التطبيقية والمصطلحات. تعاقب على رئاسة هذا المجمع عدد من الأعلام. أنا اعذروني الإيجاز والاختصار، تجاوزت الألقاب، ولذلك سميت الناس بأسمائهم جميعا، لا أجاري أو أجامل أحدا دون أحد. فالشيخ رضا الشبيبي، ثم القاضي المعروف منير القاضي، ناجي الأصيل، عبد الرزاق، محي الدين. السنوات قرنت مع كل واحد منهم: صالح العلي، وناجح الراوي، ومحمود حماش، وداخل حسن، وأحمد مطلوب. وأيضا تولى الأمانة العامة عدد من هؤلاء، منهم جواد علي ويوسف عز الدين ونور القيسي وأحمد مطلوب. وأطول رئاسة كانت لأحمد مطلوب والدكتور صالح العلي، التي ظهر أثرها في المطبوعات أيضا. ينظم المجمع حلقات ومحاضرات وندوات علمية على مدار العام، وله مجلة فصلية كما أشرنا، بدأت صدر عددها الأول 50. له إصدارات أخرى أيضا للمجمع، مكتبة خاصة حقيقة يتميز. أنا أخذت إجازة تفرغ علمي سنة من السنوات للإفادة من هذه المكتبة الغنية، وكان يشرف عليها أمين يستحق هذا الاسم، لأنه يغني ويثري هذه المكتبة. وكانت مكتبة المثنى المعهودة القديمة ترفد هذه المكتبة بالكتب. وأهديت لمكتبة المجمع عدد من المكتبات الخاصة، وهذه تضم نوادر الكتب، منها مكتبة فؤاد عباس ومحمود نديم وفهم المدرس. لكن المصيبة الكبيرة، الآفة التي أصابت كل أحد وتطاير شرورها إلى كل بيت وبكل مؤسسة، الحرب الأخيرة التي أدت إلى النهب والسلب. ويسعى المجمع إلى استعادة هذه الكنوز التي لا تقدر بثمن. المبحث الأول ضمن 5 دقائق الأولى في اللغة والنحو، ومن الكتب التي عرفناها
في هذا المجال ما كتبه غورغيس عواد المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين، وهو فهرس للمباحث في القرن التاسع عشر والعشرين تأليفا وتحقيقا، وكتاب مصطفى جواد أيضا فيه حل لمشكلات العربية والمصطلحات والفن والمؤلفات والمباحث اللغوية منذ النهضة مع آراء بعض الباحثين، ثم كتاب دكتور نعمة رحيم العزاوي مناهج البحث اللغوي وتطور الدلالة لعبد الله الجبوري، وله معجم دلالي ومعجم لغوي أيضا، صلاح العربية لدراسة العلوم كتاب صغير إن أزلناه قرآن عربيا لنور القيسي كتاب صغير المعجمية، ثم العربية والبحث اللغوي لدكتور زميلنا رشيد العبيدي، وله كتاب آخر الزمخشري وكتابه الفائق. ومن الدراسات والمعاجم معجم لغات القبائل في جزئين جميل سعيد وداود سلم والمدخل إلى علم الأصوات دكتور زميلنا الغانم قدوري، الحقيقة قليلة الكتب في هذا الباب، والنحت وبيان حقيقته لمحمود شكري الآلوسي، لكن الذي أصدره وعني به وحققه الشيخ بهجة الأثري يرحمهم الله جميعا. ومن المعاجم العباب الزاخر واللباب الفاخر للحسن الصاغاني تحقيق بير حسن، وصدرت منه أجزاء لكن الجزء الأول كان في باب الهمزة، ثم لآل ياسين السين والضاء والغين، وللصاغاني كتاب آخر اسمه الشوارد حققه أخو الأستاذ الفاضل الدكتور قحطان، وهو الدكتور عدنان الدوري الأستاذ عدنان الدوري. وهناك سلسلة كتب عن لغة الذات في سبعة أجزاء، حقيقة كتب متميزة لأنها تضم مباحث متميزة. هنا إشارة سريعة للجزء الأول والثاني إلى السابع في أقسامه وأنواعه، لا يتسع الوقت لذكرها. في مجال النحو أيضا تحقيقا الجملة العربية تأليفها وأقسامها الأستاذ العالم فاضل سام الرائي في فصلين، هذا بيان. كتاب تحقيق التفاحة في النحو للنحاس وسبويه إمام النحات كلاهما لغورغيس عواد، ويجمع من مطبوعات المجمع حقيقة من الأعلام المجمع ربما متميزين، نذكر الأستاذ الدكتور عبد الستار الجواري. في هذه الشريحة نجد عددا من الكتب، نحو القرآن ونحو التيسير طيب، ونحو الفعل ونحو المعاني و تفاصيل هذه الكتب، لكن الذي يلفت النظر أن هذا الاتجاه في دراساته النحوية لا يتفق مع تخصصه الأصيل في الأدب، الأدب والبلاغة والنقد. الحقيقة فيما بقي من الدقائق يمكن لا يتسع، يحسن بي أن أمسك عن الكلام قبل الخوض في المبحث الآخر، وكنت أظن الوقت يتسع، لكن هذه إشارات هذا العرض للتاريخ والتراجم وعناوين أبرز الكتب وإشارات إلى مضامينها في التراث والحضارة كذلك، ثم أخيرا العلوم والثقافة، وبعد ذلك الجغرافيا، وهناك عدد كبير من جغرافيا حول بغداد مدينة السلام وخطط بغداد وخارطة بغداد والموصل والبصرة وغير ذلك، وهذه العناوين التي نشير إليها مع التوثيق والتحقيق لها. أخيرا الوقفة الأخيرة عن هذا العلم البارز الذي اخترناه، والمادة التي وردت في حدود سبع شرائح في هذا العرض، تعريف بحياته ثم بكتابين مهمين بارزين وهما المصطلحات العسكرية في القرآن الكريم وهو علم في ذلك، وذكر قصة التأليف وسببه وأبوابه وتفاصيل ذلك، ثم جهوده في السيرة، هذه عناوين مهمة جدا، والشورى النبوية العسكرية وهو كتاب حقيقة يتميز بأنه جعل فيه جدولا للغزوات وأداء الشورى قبل وخلال وبعد المعركة، وهو في بابه متفرد لأنه من عسكري متخصص. من مؤلفاته في التراث أقباس روحانية، حقيقة درست هذا الكتاب لأنه ونشرت فيه بحثا من قبل، وهو من الاختيارات النوعية المتميزة، حقيقة مادة الكتاب من الاختيارات قارنته بقلائد مصطفى السباعي فهما في الاتجاه واحد تقريبا، ومادة الكتاب لم تخضع لمنهج علمي لأنها ذوقية
وتوصيف، بعضها قصير وبعضها طويل وبعضها متوسط، وأيضا موضوعات الكتاب جاءت في تقريبا 4 موضوعات أو 5 موضوعات أساسية: السيرة النبوية، هذه الرموز التي لا تظهر هي صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبار السلف، موقف العلماء والزهاد، القصص الطريفة، المنثور، وهكذا نأتي إلى نهاية البحث صبرا. شكرا لصبركم ومتابعتكم، وإنما أشير إلى النتائج. جاءت أنشطة المجمع متنوعة بين الندوات والمؤتمرات، تركزت الدراسة على صنفين من البحوث هما اللغة العربية والتاريخ والحضارة، قدم البحث العرض الموجز بأبرز تلك الكتب، وأخيرا قدم البحث نموذجا لأبرز الأعلام في المجمع العلمي وهو محمود شيد خطاب. توصيتان مهمتان أحسبهما كذلك ونتمنى أن تتحققا: أهمية إبراز الإسهام الحضاري في حركتي العلم والفكر، وأهمية عقد الندوات والمؤتمرات الدورية لمشاركة العلماء المفكرين. نسأله تعالى أن يوحد كلمتنا ويجمعنا شملنا ويوثق رابطتنا لتحقيق الهدف المنشود والأمل الذي نصبو إليه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. شكرا جزيلا دكتور مجاهد مصطفى بهجت. والتعريف بالمجامع العلمية من الأمور المهمة، لأن كثيرا من الناس يجهلون دور المجامع، وقد أشار الباحث إلى إصدارات المجمع العلمي العراقي وإلى أهم أعضائه وإلى أهم الأمور المتعلقة بالمعاجم التي أصدرها والمكتبة التي فيها والدراسات الصادرة عنها. شكرا جزيلا. ننتقل الآن إلى البحث الثاني: مدرسة إبيارة ودورها العلمي في كردستان العراق، وهو من إعداد باحثين الأستاذ عابد أحمد البشدري والدكتور بختيار نجم الدين شمس الدين. يتفضل الأستاذ عابد أحمد البشدري من جامعة السليمانية بإلقاء بحثه، مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على هذا المؤتمر العلمي، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق أهدافه المباركة ويخرج بنتائج وتوصيات تخدم الحركة العلمية والفكرية في العالم الإسلامي بأكمله. عنوان بحثنا الذي تقدمنا به إلى هذا المؤتمر أنا وزميلي الأستاذ المساعد الدكتور بختيار هو: مدرسة بيارة ودورها العلمي في كردستان العراق. وقبل أن أعرض محتوى البحث أشير إلى أنه عندما ظهر الإسلام وتجاوز حدود الجزيرة العربية كان الكرد من أوائل الشعوب التي أقبلت على هذا الدين واعتنقته، بل أصبحوا من أشد المخلصين له والمدافعين عنه. وقد أسهم الشعب الكردي في بناء الحضارة الإسلامية وتطويرها إسهاماً فعالاً، وقدم العديد من العلماء والأدباء والشعراء الذين كان لهم تأثير كبير في الحقول العلمية والمعرفية. ومن مظاهر اعتزاز الكرد بالإسلام واهتمامهم بالعلوم الشرعية تشييد المساجد وبناء المدارس والكتاتيب في مدن وقرى كردستان، بحيث لا تجد قرية صغيرة ولو في منطقة نائية إلا احتوت على مسجد ومدرسة دينية، فكانت المساجد والمدارس الملحقة بها من أهم المؤسسات الثقافية والتعليمية في جميع أنحاء كردستان. أما فيما يخص بحثنا عن مدرسة بيارة فسأشير إلى بعض النقاط المهمة فقط، لأن الوقت لا يسع لعرض البحث كاملاً. أولاً، الموقع الجغرافي للمدرسة. تقع مدرسة بيارة في منطقة هورامان الواقعة الشمال شرقي محافظة حلبجة الشهيدة، وهذه المنطقة كانت ذات نشاط ديني وعلمي بارز منذ وقت مبكر من التاريخ الإسلامي، حيث يروي لنا السيد إبراهيم الحسين أحد أبناء الإمام موسى الكاظم أنه لما جاء إلى كردستان في القرن السادس الهجري وذهب إلى إحدى قرى هورامان وجد فيها مدرسة كبيرة تضم 100 طالب يدرسهم السيد مصطفى العريضي.
وقد تم تأسيس هذه المدرسة من قبل الشيخ عمر ضياء الدين النقشبندي في سنة 1307، والشيخ عمر هو أحد أبناء الشيخ عثمان سراج الدين الأول خليفة مولانا خالد النقشبندي. وهذه العائلة النقشبندية الهورامانية أدت دوراً مهماً وفعالاً في إنشاء المدارس وبعث النشاط الديني وخدمة العلوم الشرعية في كردستان. وكانت مدرسة بيارة التي بناها الشيخ عمر ضياء الدين وحافظ عليها أبناؤه من بعده أبرز مثال لذلك، وقد تلتها مدارس دينية أخرى في كردستان العراق وإيران. وقد لعبت هذه المدرسة دوراً كبيراً في نشر العلوم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية، كما استطاعت تلبية احتياجات المجتمع الكردي في ذلك العصر، حيث تخرج فيها العديد من العلماء البارزين الذين كرسوا حياتهم لخدمة العلوم الشرعية والتأليف فيها وتنشئة الأجيال اللاحقة المتشبعة بالعلم. وأصبح كل واحد من هؤلاء الخريجين مدرسة بعينها، وقاموا بتدريس العلوم التي حصلوا عليها من بيارة، وهكذا تكونت سلسلة من المراكز العلمية والثقافية في جميع أنحاء كردستان بفضل هذه المدرسة العريقة التي بقيت آثارها ناصعة على صفحات التاريخ وخواطر العلماء لا تنسى ولا تمحى. بل نستطيع أن نقول إن مدرسة بيارة وصلت إلى حد تضاهي المراكز العلمية الشهيرة في العالم الإسلامي مثل الأزهر الشريف والزيتونة والقيروان، حتى لقبت بأزهر كردستان. ولذلك توافد عليها مئات الطلاب من جميع أنحاء كردستان والعراق وإيران وسوريا. وقد تعاقبت على المدرسة جماعة من كبار علماء كردستان، وكان لهم دور مشهود في إثراء الفكر الإسلامي والحفاظ على تراثه تأليفاً وتدريساً. وكان من أشهر مدرسي المدرسة العلامة الملا عبد القادر الكبير والشيخ عبد الكريم المدرس، حيث قضى هذان العالمان 56 سنة في التدريس في بيارة، وخرجوا مئات العلماء الأعلام في هذه الفترة. وأشار الشيخ المدرس في كتابه علماؤنا في خدمة العلم والدين في معرض حديثه عن المتخرجين في عهد الملا عبد القادر الكبير، فقال: تخرج في عهده علماء فضلاء من المدرسة المباركة، كانوا من كبار العلماء ممن لا يحصون في هذه العجالة. وكانت الدراسة في مدارس كردستان وبيارة تختلف بعض الشيء عن مدارس بغداد والموصل، حيث إن الدراسة فيها كانت تجري بإلقاء الشيخ دروسه على مجموعة من الطلاب يلتفون حوله على شكل حلقة. أما العادة المتبعة في كردستان فكان كل طالب له درس خاص في موضوع معين، وأحياناً يشاركه طلاب آخرون بصفة الاستماع فقط. وهذا الأسلوب الذي اتبعه علماء كردستان قد نفد جهودهم الجبارة وأعاقهم عن التأليف أحياناً كثيرة، فقد كان الواحد منهم يجلس لإلقاء الدروس من بعد صلاة الصبح إلى صلاة المغرب دون أن يقوم من مقامه إلا لأداء الصلوات أو تناول الغداء. ولضيق الوقت فسوف أكتفي ببعض النقاط الأخرى فقط. وكما أشرنا آنفاً فإن مئات العلماء تخرجوا في هذه المدرسة، إلا أنه لضيق الوقت لا نستطيع أن نذكر أسماء جميع الخريجين، ولكن يكفي فخراً لهذه المدرسة أن الشيخ عبد الكريم المدرس والشيخ قاسم القيسي والملا عبد الرحيم الشرستاني والشيخ عبد اللطيف القاضي والملا عبد العزيز المفتي والعلامة الملا عبد الله الولزي وغيرهم كانوا من تلاميذها وخريجيها. هذا ولم يقتصر دور المدرسة على التعليم والتدريس فقط، بل كان لها مشاركة فعالة في التربية الروحية وإحياء الأخلاق الفاضلة، وذلك لأن القائمين عليها كانوا من أقطاب الطريقة النقشبندية، كما كان لها تأثير كبير في حل النزاعات والمشاكل الاجتماعية آنذاك، فكانت المرجع الأساسي لكل الجوانب المختلفة في الحياة. وأخيراً أقول
إن مدرسة بيارة كانت ولا تزال ذات أثر كبير في كردستان، فقلما تجد مدرسة من المدارس الدينية في القرن الرابع عشر الهجري إلا ولها صلة ببيارة من علم أو مدرس أو تلميذ. أما التوصيات فأكتفي بنقطة مهمة فقط، وهي الاهتمام بإحياء المدارس الدينية الملحقة بالمساجد وتطوير مناهجها العلمية، وذلك لأن كثيرا من المراكز العلمية الأكاديمية الآن لم تعد لها القدرة على إنجاب العلماء المتمكنين، وكل العلماء والأدباء السابقين كانوا من مجازي المدارس العلمية الأهلية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ عابد أحمد البشدري على عرضه والتزامه بالوقت. وأحب أن أشير إلى أن كل باحث يجب أن يحدد العناصر التي يتكلم فيها، لا يترك نفسه يسترسل في أسلوب إنشائي، يذكر اسم البحث والهدف من بحثه والعناصر المهمة في البحث والنتائج والتوصيات، أهم النتائج والتوصيات. بهذا يستطيع أن يجمع الأمور فيما لا يزيد عن 10 دقائق. ننتقل الآن إلى البحث التالي، وهو بعنوان مدرسة النجاة في البصرة، يقدمه الدكتور إبراهيم يعقوب الحسان من كلية الإمام الأعظم في بغداد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة إن الحديث عن المدارس في البصرة حديث مؤلم وحزين. وقبل أن أدخل في هذا الموضوع، أريد أن أمر مرورا سريعا على حقبة تاريخية وهي معلومة لدى حضراتكم، أن البصرة هي من المدن الأولى التي بنيت في الإسلام، بناها الفاروق رضي الله تعالى عنه عام 17 هجرية على أصح الأقوال، وأصبحت منذ ذلك الوقت منارة للعلم والعلماء ونبراسا للمعرفة والنور، حتى سميت بقبة الإسلام وجمجمة العرب، حتى أن أهل التاريخ قد ذكروا أنه قد برز في عصر واحد أكثر من 3000 عالم في مختلف العلوم والفنون. وكذلك حوت هذه المدينة وضمت من الصحابة المئات كأمثال الزبير رضي الله تعالى عنه، وطلحة وشعبة وعتبة والمعقل، وسيدنا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي موسى الأشعري وعمران بن حصين، وكذلك الكثير من الصحابة ومن التابعين، الحسن البصري كأمثال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وكعب وعمرو بن سلمة وجابر بن زيد وأبي قلابة وأبي العالية وهو فقيه مفسر، وحميد بن عبد الرحمن والشخشير وزرارة بن أبي أوفى وأبي بردة أو بردة بن أبي موسى وأيوب السختياني وسليمان التميمي والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وقتادة القاضي وحماد بن سلمة وحفص ابن سليمان وإياس وطلحة
والضحاك، وبرز المئات في هذه المدينة، علماء القراءات، القراء الكبار، أهل التفسير، أهل الحديث، النحو، اللغة، الفقه، كأمثال أبي الأسود الدؤلي والخليل والجاحظ وسيبويه. وإذا أردنا أن نحصي كم من الصحابة والتابعين والعلماء في البصرة فإننا لا نستطيع أن نحصي ذلك، أن نحصي ذلك لكثرتهم وكذلك لضيق الوقت. استمرت هذه المدارس والحلقات قرونا طويلة إلى أن جاء الخراب الكبير الذي قضى على المدارس والمساجد كما حدث في الاحتلال الأخير بما يسمى بثورة الزنج، وهي ليست ثورة، دوافع سياسية، حركات باطنية معروفة دفعت إلى ذلك كما دفع الناس في الاحتلال إلى ذلك، وصار ذلك مثلا بين الناس عندما يقول الناس بالعامية بعد إيش؟ بعد خراب البصرة. نعم، صار الخراب كبيرا، فأحرقت المساجد والمدارس والمخطوطات، لم يبقى من ذلك شيء حتى طال الكثير من العلماء وهاجر الكثير آنذاك منها كما حدث في الآونة الأخيرة، متوجهين إلى مدن أخرى. نحن لا نريد أن ندخل في العصرين الأموي والعباسي، لأن البصرة حدث فيها كذلك في ذلك الوقت من المآسي الكثيرة. وبعد هذين العصرين وفي العصر الحديث الذي صار الإجماع على تشخيصه برزت مدارس كثيرة وعاد النور إلى المدينة بعد أن هاجر العلماء في ذلك الوقت عندما حدث الذي حدث، حتى أنهم وصلوا إلى المغرب العربي، إلى بلاد المغرب. في بلاد المغرب مدينة بكاملها اسمها البصرة، وتحوي على نفس اسم الميناء وهو الأبلة، وهي على طريق سوق الأربعاء في قرب وزان. مدينة بكاملها، ذهب العلماء هناك وجاء العلماء كذلك من هناك. فهذه المدينة عندما عاد إليها أهل العلم والمدارس وشاع النور من جديد وأسسوا المدارس، برزت مدارس كثيرة وسأمر عليها مرورا سريعا، لا أقف عند التاريخ وإنما عند الأسماء. على سبيل المثال لا الحصر، المدرسة الكوازية التي أسسها الشيخ محمد أمين الكوازي، المدرسة الزينبية، المدرسة الحراقية نسبة إلى العالم محمد الحراق الإدريسي الذي قدم من المغرب لطلب العلم بعد أن أكمل العلوم في مكة والمدينة، ثم قدم البصرة وأكمل العلوم فيها وأسس مدرسة كبيرة في البصرة، ثم انتقل أولاده إلى المغرب. المدرسة الحليلية أو الحللية، المدارس الرحمانية، المدرسة السليمانية، المدرسة الحنفية ومساجدها، المدرسة الرشيدية نسبة إلى السلطان محمد رشاد، المدرسة الأعرجية، المدرسة الأربيلية النقشبندية التي أسسها الشيخ أبو بكر غياث الدين الهرشمي
واستمرت في التدريس إلى أن توفي عالمها الشيخ عبد القادر الأربلي. مدارس أم عبيدة أو أم عبيدة، وهذه تقع في ضواحي البصرة ومن أعمال البصرة، التي قال عنها المؤرخون أنه كان يفد إليها كل يوم 1000 طالب علم، وهي امتداد لمجموعة من علماء الأمة وفي مقدمتهم رفاع المكي والسيد سلطان علي رحمهم الله، المدرسة الشافعية. وهذه المدرسة قد امتدت إلى الإحساء وإلى حضرموت، وما زالت مستمرة في التدريس. فما مدرسة الإحساء وما مدارس حضرموت من آل السقاف وآل الحداد وآل حفيظ إلا أنهم امتداد لمدرسة البصرة ومدارس البصرة، وخاصة المدرسة الشافعية. ومدارس الشافعية في الإحساء إلى الآن ما زالت، وعلى رأسها العلامة الشيخ السيد المحدث إبراهيم الرفاعي الشافعي. المدرسة اليعقوبية، المدرسة الطاهرية التي أسسها العلامة الشافعي البرزنجي، المدرسة اليوسفية للعلامة المفتي عبد الرحمن بن يوسف، وكذلك المدرسة المجيدية. مدارس كثيرة، سوف أنتقل إلى صلب الموضوع بعجالة. انتهى الوقت يا دكتور. كل ده لسه في المقدمات، أسماء مدارس. لنا حق. لنا حق. دائما البصرة جنوب العراق تنسى وتؤخر. ثم إلى مدرسة النجاة التي أسسها العالم الرباني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو من أصل مغربي، ولد في شنقيط ثم طلب العلم في مكة ومصر وطاف البلاد، ثم وصل مدينة البصرة إلى مدينة الزبير. وكان سبب مجيئه إلى البصرة للعلم والانتفاع من أهل العلم، فلما وصل كان الاحتلال الإنجليزي قد دخل العراق، فأخذ يستنهض الهمم في الدفاع عن البلاد، ينطلق من الواجب الشرعي، وحمل السلاح آنذاك، وشارك في معركة كوت الزين في 30 ذي الحجة 1914، وكذلك في معركة أخرى. فأصبح الشنقيطي مطلوباً آنذاك من قبل الإنجليز، فذهب إلى بغداد ثم عاد وأسس المدرسة في 1920. وكان ولا أريد أن أذكر من أسس المدرسة معه لأن ذلك سيطول. وهذه المدرسة قامت تدرس وبدأت تدرس العلوم الإسلامية، وبعيدا عن المذاهب، بعيدا عن التعصب للمذاهب، وإنما أسست نواة علمية. هذه المدرسة شاع نورها في كل مكان، وامتد نفعها في كل الأمصار، فامتد نفعها إلى الخليج وحتى إلى بلاد فارس. فما المدرسة الشافعية في بلاد فارس إلا من نتاجها. وهذه المدرسة بقيت طوال هذه الفترة بالعطاء والنفع إلى سنة 1974، حيث أغلقت المدارس الدينية وحولت البعض أو حول البعض منها إلى قانون التعليم، وقسم منها صودر وصودرت أوقافها وممتلكاتها، وتوقف الكثير من أهلها عن التدريس، وهاجر الكثير من طلابها وروادها. فهناك الكثير الكثير من روادها ومن طلابها، منهم من توفاه الله ومنهم من توفي، وآخر من توفي من طلابها الشيخ عبد العزيز الناصر، وكذلك العلامة الطبيب الداعي الكبير عبد الرحمن بن سميط رحمه الله تعالى. فهي نفعت، وإن شاء الله تعود هذه المدارس كما كانت، ونسأل الله أن يكشف هذه الغمة ويعود أهل المدارس وعلماء المدارس إلى أماكنهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا جزيلا لدكتور إبراهيم يعقوب الحسان.
وننتقل إلى البحث التالي بعنوان المدرسة الإسلامية الآصفية في الفلوجة، يلقيه الدكتور محمد مصلح مهدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين، السيد رئيس الجلسة المحترم، أصحاب السعادة من أهل العلم وقاماته، والمفكرين والباحثين جميعاً، أحييكم بالتحية الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالةً عن نفسي ونيابةً عن عائلتي جميعاً، أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير لرعاة هذا المؤتمر العلمي الثالث، متمثلةً بهيئة علماء المسلمين في العراق، والأستاذ الفاضل الأخ الكبير الدكتور مثنى حارث الضاري المحترم، وجميع العاملين والمنظمين لهذا المؤتمر بجميع أقسامه وبدون استثناء، وإلى المسؤولين في القسم العلمي لرحابة الصدر وكرم الضيافة وحسن الاستقبال وتذليل كل العقبات والصعوبات لراحة الباحث وتوفير كل الوسائل التي تساعد على إنجاح هذا الهدف من هذا المؤتمر المبارك. والشكر موصول إلى أشراف هذه الأرض الطيبة المباركة التي نحن عليها اليوم، إلى أصحاب وسعادة المملكة الهاشمية الأردنية ملكاً وحكومةً وشعباً، للسماح لي بالمشاركة مع إخواني من الباحثين والعلماء الموجودين اليوم، وأبدأ بتوفيق الله تعالى بملخص بحثي. المدرسة الآصفية الإسلامية في الفلوجة مثال للأصالة الدينية والمنهج التربوي القويم. عنوان بحثي يندرج تحت دور العلم والعلماء والمعاهد والمدارس والأسر العلمية والمؤسسات الشرعية وصلتها بالحالتين العلمية والفكرية. هذه المدرسة التي خرجت لنا علماء وقامات ومراجع عظام في هذا البلد، بلد العراق، ومن أمثال هذه القامات الشيخ عبد الملك السعدي والشيخ حارث الضاري رحمه الله تعالى والشيخ حمد الكبيسي الذين تخرجوا من هذه المدرسة. وما هذه الأمثلة إلا مثال بسيط مما موجود، وهؤلاء من أبرز الذين لهم من النتاج العلمي الذي يتميز اليوم، ونغرف من علمهم ما شاء الله. فرحم الله من مات، وطيب الله وبارك في عمر من بقي، ونفعنا الله بعلمهم، اللهم آمين. البحث، هذه الورقة نبذة ميسرة عن تاريخ نشأة المدرسة الآصفية في مدينة الفلوجة، وعن حياة مديرها وهو الشيخ الفاضل عبد العزيز سالم السامرائي، واهتمت بما عاشته في حقبة زمنية معينة، وتضمن الكلام عن أهم العوامل والسبل التي ساعدت لإنجاح عملها من جانب، ومن جانب آخر أهم المعوقات التي حالت على دون إنجاح دورها الرائد وفي نشر رسالتها الخالدة. تكمن المشكلة عند الباحث في عدم معرفة مباحث المدارس الإسلامية في الأزمان الخمسة المتأخرة، إذ لم يأخذ الموضوع نصيبه كافياً، وما زال البحث مفتوحاً والباب مفتوحاً أمام الباحثين من العلماء، وخصوصاً تاريخ المدرسة الآصفية في مدينة الفلوجة، مدينة التي أنا أسكنها. يهدف البحث أو تهدف الورقة لتحليل المعلومات التي ترتكز على منهج علمي، ومناقشة أهميتها، وتشخيص أهم المعوقات التي يمر بها الموضوع، حيث استعمل الباحث من المناهج الاستقرائية والوصفية والتحليلية. وربما يعترض على هذا المنهج ويقول: ما الجديد الذي جئت به اليوم، لأن هذه المعلومات موجودة؟ قلت: إنما ما كان مكتوبا عن هذه المدرسة اليوم فهو من باب المفقود. وحين حققت الزيارة إلى الجامع الكبير في مدينة الفلوجة لم أجد مكتبة، بل لم أجد أي أثر يذكر اليوم في مدينة الفلوجة لما تعرضت له من الأذى والتخريب، وفضلا عن المخطوطات الثمينة التي كان يمتلكها العلماء من طلبة الشيخ عبد العزيز، وفقدت مع آثار أو أثاث بيوتهم. فاستخدم الباحث في هذه الورقة اللقاءات
وجعل لكل عالم من علماء الذين تخرجوا نماذج، اختار بعض النماذج من المشايخ الذين عاصروا الشيخ ودرسوا عند الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي، بل أنه لم يكتفي بهذا الجانب، إنما استخدم سأل وحقق لقاءات مع أكاديميين عاشوا تلك الحقبة التي كان الشيخ التي جاء الشيخ إلى المدينة وقام بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها. طبعاً الشيخ عين في مدينة الفلوجة في سنة 1948، حيث عين هذا العالم الرباني وهو تلميذ للعلامة الشيخ أحمد الراوي. المدرسة الشيخ أحمد الراوي هو مدير المدرسة في مدينة سامراء سرة من رأى، وكان السامرائي رجلا حازما ومدرسا ومعلما من الدرجة الكبيرة من العلم والتقوى. كانت المدرسة في الجامع الكبير في الفلوجة تسمى الأصفية، وخرجت مجموعة كبيرة من العلماء كما قلت لكم، ومنهم على سبيل المثال إلى الحصر الشيخ عبد الملك السعدي والشيخ حمد العبيد الكبيسي والشيخ حارث الضاري رحمهم الله تعالى وأطال في عمر من بقي منهم. مشكلة البحث تكمن أو مشكلة البحث عند البحث اليوم تكمن في أن الباب ما زال مفتوحاً، وأن المؤلفات لهذا العالم الجليل الذي كتبه اليوم لم تخدم بالخدمة الكاملة، حيث أننا سألت بعض المشايخ من مشايخنا الكرام على قيد الحياة وقالوا إن كتب الشيخ لم تخدم بالخدمة المطلوبة، وما زال الباب مفتوحا لمن أراد أن يتقدم وينهض من مؤسسة أو من معهد أو من دراسة لهذه الكتب بالتحقيق أو بإعادة الطباعة وإخراجها إلى طلاب العلم. من الجدير بالذكر أن الباحث يود أن ينبه القارئ الكريم إلى أن المصادر كانت مسموعة، حيث أنه وجد من الدراسات السابقة التي اعتمد عليها دراسة للشيخ الدكتور خالد العزاوي إمام وخطيب في مدينة الفلوجة، وإضافة لها أضيف بعض السماعات وأفرغت هذه الأشرطة من قبلي على هذه المادة التي أعرضها، ثم نقحت ثم عرضت وعلى وسئل الشيخ عبد الملك السعدي عن أهم مفاصل هذا البحث، وأجاب بارك الله فيه عند هذه الأسئلة بأربعة أسئلة تثمن وتثري هذا البحث في رأي الباحث. فقال شيخنا الفاضل إن الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي يرجع نسبه إلى عشيرة البنيسان يسكنون في مدينة سامراء، وهم من الأشراف الحسينية، ولهذا النسب أتباع في بلاد الحجاز والعراق واليمن والشام، مثل أشراف مكة المكرمة والملوك الذين حكموا العراق والأسرة الشريفة المباركة في الأردن. وطبعاً الشيخ دخل إن شاء الله الشيخ رحمه الله دخل الابتدائية في سامراء، ثم إلى المدرسة الإسلامية، ثم توجه إلى الدراسة عند إمامين كبيرين من العلماء أخذ منهم، وهو الشيخه الأول أحمد الراوي، ثم انتقل إلى مشايخ باقين أخذ منهم حظه من العلم واستمر في هذا العلم. مؤلفات شيخنا العزيز علم أصول التفسير، أوضح المقال لبيان تحفة الأطفال، علم أصول الحديث، العقائد الإسلامية وغيرها من سلسلة ذكرها الباحث وذكر عندها من المطبوع والمخطوط. المدرسة الآصفية ربما يتبادر إلى الذهن ما هي أصلها، ما المدرسة منقولة من مدرسة الآصف من جامع الآصفية الموجود في بغداد، يقع عند رأس جسر الشهداء على الجانب الأيمن لمن يعبر إلى جانب الرصافة ذي المأذنة ذي الحوضين. هذا الجامع طبعا تعرض الآن إلى الإغلاق من قبل والنهب والسلب والاستيلاء من قبل الوقف الشيعي في العراق، وأغلق عن أداء الصلاة ورفع الأذان فيه.
ثم بعد دراسة الشيخ تخرج من هذه المدرسة عدة علماء وعدة مدارس انبثقت من هذه المدرسة الآصفية، أهمها مدرسة كبيسة ومدرسة هيت ومدرسة الرمادي ومدرسة الخالدية، ولكل مدرسة إمام ومدير قضى نحبه في هذه المدرسة. أسلوب التعليم في الآصفية جميعاً، تتميز الآصفية بالفكر والتعليم، لأن الشيخ كان يدخل على المدرسة بعد صلاة الفجر ويصلي بالناس، ثم يقوم الطلبة بحلقات العلم، تتميز كل حلقة بعلم مختص، ثم إلى صلاة الضحى يتوقف لتناول الفطور، ثم يستمر هذا العطاء إلى صلاة العشاء، ثم يخرج إلى بيته رحمه الله تعالى. وهذا التنظيم قد أعجب به الشيخ محمود عبد الحليم شيخ الأزهر في زمانه، وصفه بأنه ما كان عليه الأزهر الشريف سابقاً. نعم، عفواً. أهم من تخرج من هذه المدرسة طبعاً شيخنا المفضال الشيخ عبد الملك السعدي أطال الله في عمره، حيث عين من قبل الشيخ عبد العزيز في سنة 1957، ثم ثبت في المدرسة في سنة 1959، ثم أصبح الشيخ بعد ذلك مدرس الأول في هذه المدرسة، وهو من أهم من تخرج فضلا عن الباقي من الأساتذة والعلماء في هذه الأمة الذين يعطون عطاءهم اليوم. طبعا إن شاء الله أهم توصية يوصي بها الباحث اختارها لأنها رأس المال في هذا الموضوع، وهو أن العالم الشيخ عبد العزيز كان رجل موسوعي، وكان علمه لا يتوقف عند علم واحد، وإذا رجعنا إلى أن نجدد هذه الفكرة وأن نعطيها العطاء الكامل بإنشاء مدارس مماثلة أو حلقات علم في المساجد اليوم أو حلقات الصيفية التي تعاني من الهزل ومن عدم الجدية والحزم، أننا نمشي على خطة الشيخ، حينما ينتهي كتاب ينتهي ثم يبدأ بكتاب ثاني، وهذا الدور والتسلسل في أخذ العلم ما كان عليه الإثنى عشرية، ما توصف به مدرسة الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، واعذروني على الإطالة. شكرا جزيلا للباحث الدكتور محمد مصلح مهدي على بحثه، وننتقل إلى خاتمة المطاف مع بحث بعنوان أسرة الملالي العلمية في الإضلوعية ودورها الديني والاجتماعي للباحث الدكتور ثامر البراك، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أشاد ببيوت جسدت مبادئ دينه، كما في قوله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وصرح بذلك رسوله بقوله: إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا. عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام. أما بعد، فقد ظهرت عبر التاريخ عوائل اشتغل عدد من أفرادها من مختلف الأجيال في مجال معين، والمعرف لها عند العرب والمسلمين هو بروز ثلاثة أجيال، منها جد وابن وحفيد أو أكثر في مجالها. وهذه العوائل أنواع مختلفة، منها عوائل دينية وعوائل سياسية وعوائل أدبية وعوائل اجتماعية وغيرها. فمن أمثلة العوائل الدينية عائلة نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليهم السلام، وعائلة أبي بكر الصديق، فلا يعرف أربعة من الصحابة كانوا على نسق واحد سوى هؤلاء: محمد ابن عبد الرحمن
ابن أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهم. ومن العوائل الأدبية عائلة حسان بن ثابت رضي الله عنه، قال المبرد: أعرق قوم كانوا في الشعراء آل حسان، فإنهم يعدون ستة في نسق كلهم شاعر، وهم سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ابن المنذر بن حرام. ومن العوائل الاجتماعية عائلة قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، يقال: لم يكن في العرب أربعة يطعمون يتوالون في بيت واحد إلا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. وقد امتازت الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم بوجود أسر علمية تمتد إلى عشرة أجيال أو يزيد، ومنها العوائل المتخصصة بمذهب فقهي معين كالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي. ومن هذه الأسر أسرة الملالي في الضلوعية، وهم من فخذ القضاة من عشيرة الجبور، وهي على مدار 12 جيلاً أو أكثر تلد فقهاء على المذهب الشافعي وقائمين على شؤون التوعية الدينية، وكان أبرزهم العلامة الملا محمد الملا خليل الجبوري، وهو من خريجي مدرسة سامراء العلمية في دورتها الأولى التي كانت بإشراف العلامة السيد أحمد الراوي، حتى قيل: العلامة السيد أحمد الراوي شمس دارت في مداره أربعة كواكب، هي العلامة الملا محمد الملا خليل الجبوري، والعلامة الشيخ أيوب توفيق الخطيب، والعلامة الشيخ عبد العزيز السالم، والعلامة الشيخ مجول صالح آل أبي خمرة رحمهم الله. وقد بز العلامة الملا محمد الملا خليل الجبوري أقرانه الثلاثة في مجال الفصاحة والبلاغة، فهم كانوا فقهاء وهو كان فقيها أديبا، وقد تفوق في ذلك على منتسبي مؤسسة سامراء العلمية في الجملة شيوخا وطلابا من شتى الدورات وبلا منازع. وقد أهدى العلامة الملا محمد الملا خليل الجبوري الوسط العلمي الإسلامي والجمهور ثلاث شخصيات علمية تتلمذت على يديه، هم أخوه الشيخ الملا محمود الملا خليل الجبوري، ونجلاه الشيخ جاسم محمد الجبوري، والأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجبوري. وفي هذا البحث نحاول التعريف بهذه الأسرة من خلال عرض تاريخها والتوقف عند أهم محطاته وذكر مناقبية شخصيات علمية منها وأعمدتها الأربعة على الخصوص، وبيان خدماتها المجتمعية ومآثرها ومكارمها. وقد حمل البحث عنوان: أسرة الملالي العلمية في الضلوعية ودورها الديني والاجتماعي.
وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى ثلاثة مباحث ينقسم كل منها إلى محاور، هذا فضلاً عن مكملات البحث من مقدمة وتمهيد وخاتمة. أماطت المقدمة اللثام عن هوية البحث، واهتم التمهيد بتقديم لمحات عن محافظة صلاح الدين ومدينتي الضلوعية وسامراء فيها ومؤسستها العلمية الإسلامية، كل على حدة في أربعة محاور. وانصب المبحث الأول على بيان أصول أسرة الملال العلمية في الضلوعية، فعرج على نسب الأسرة وتطرق إلى مكان عيشها. وترجم المبحث الثاني لشخصيات علمية من أسرة الملال في الضلوعية في أربعة محاور، فتوقف طويلاً عند سيرة العلامة الملا محمد الملا خليل الجبوري رحمه الله في أولها، وتناول حياة الشيخ الملا محمود الملا خليل الجبوري رحمه الله في ثانيها، وطرح قاعدة معلومات عن العلامة الشيخ جاسم محمد الجبوري رحمه الله في ثالثها، وسرد السيرة الذاتية والعلمية للعلامة الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجبوري في رابعها وهو الأخير. وكشف المبحث الثالث عن الدور الديني والاجتماعي لأسرة الملال العلمية في الضلوعية، وقد ضم محورين: تتبع أولها الدور الديني لأسرة الملال، واستقصى الآخر الدور الاجتماعي لها. وخلص البحث إلى نتائج وتوصيات تضمنتها خاتمته. وبعد، فقد قدمت أسرة الملال العلمية لنا كل خير، فهي التي نقلتنا من الصفر إلى الفخر بوقوفها في وجه الزحف الفارسي، حيث شيدت في سامراء في مطلع القرن العشرين الميلادي مدرسة دينية كان جل تدريسيها وطلبتها من الإيرانيين، كما أفادت بذلك مجلة لغة العرب العراقية في أعداد تاريخية منها. وكان لهذه الأسرة دور مشهود في تعليم الناس شؤون دينهم تعليماً جماعياً، وجمعهم على كلمة سواء، ونشرها مبادئ الوسطية والاعتدال. وهذا البحث هدية لها ووفاء لأعمدتها الذين هم أرباب العطاء ودوحة العلياء، رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والآن نفتح باب المداخلات. بقي معنا من الوقت 30 دقيقة، منها 20 للمداخلات و10 للباحثين إذا احتاج أحدهم أن يرد على الأسئلة. نبدأ بالاستماع إلى المداخلات على ألا يزيد المتحدث عن 2 دقيقة. دكتور عبد القادر البرزنجي من كركوك العراق. أنا يعني سمعت من أساتذة والباحثين عندما يتحدثون عن المدارس الدينية القديمة ثم يتحدثون بأنه يعني مثلا أغلقت وسدت وانقرضت وما يعني ما بقت هذه المناهج، فما هي تلك الأسباب التي أدت إلى يعني مثلا إغلاقها، وإلى يعني أهم هذه الأسباب، هل ذكرتم ذلك في ثنايا بحثكم؟ بارك الله فيكم. شكرا جزيلا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن يشو، جامعة قطر. أتصور أن هذه الجلسة اتخذت طابعا مؤسسيا بحيث خاضت
في موضوع الأسرة والمجمع العلمي ومدرسة بيارة والنجاح والآصفية، يعني الطابع المؤسسي، وهي لا تنفك عن مقاصد هذا المؤتمر وبقية المؤتمرات التي تنظمها الهيئة مشكورة. فالطابع المؤسسي نحن نقترب منه إلى أصل عندنا في التشريع اسمه الإجماع، ومن حجيته أنه أن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما كان لأمة أن تجتمع على ضلالة، وأن فكرة تصدر عن الجماعة هي أقرب إلى الصواب، وأن مدارسنا الإسلامية في مختلف البلاد عبر التاريخ هي حصون للإسلام. التصور في مادة المقاصد من حيث التفعيل، إنشاء المدارس الإسلامية يحفظ من جهة الوجود كلية العقل، ومن جهة العدم كلية الدين، أي لحماية الدين. موضوع مدرسة النجاة، وذكرت بعض الأعلام المغربية كم الشيخ محمد الحراق، محمد أمين الشنقيطي، عرف المغاربة عبر التاريخ بالرحلات، وفيه رحلات مطبوعة، رحلة ابن محمد بن جبير القلصادي، ابن رشيد السبتي، والرحلات الحجازية إلى آخره. هذه الرحلات كانت تدون، كان أحيانا المغاربة يكتبون المعجم أو ثبت الليبلي أو الكناشة، فنجد فيه إحصاء للمشايخ بحيث تضيق بهم البلاد العربية في الأندلس أو في المغرب، والسبب أن تعدد المشايخ كان بسبب الرحلة، حيثما حل لقن العلوم التي يتقنها وتلقى العلوم التي لم يتلقها في بلاده. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الجميلي، الجامعة العراقية. بارك الله في المتداخلين على ما قدموه. لدي يعني بعض الملاحظات أو بعض التساؤلات وبعض التوضيحات. بالنسبة للأستاذ الدكتور مجاهد، وضع الدكتور أحمد مطلوب رحمه الله ضمن تولي أمانة المجمع العلمي العراقي، والدكتور أحمد ما تولى الأمانة العامة إلا في وقت متأخر. هذه المدة هي 1996، وهي غير داخلة ضمن المدة المطلوبة للمؤتمر. ثم بعد ذلك هو أصبح رئيس المجمع بعد 2007، من 96 إلى 2003، ثم من 2007 إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للدكتور محمد مصلح، دكتور لم تذكر كثيرا من العلماء الذين تخرجوا وهم علماء عرفوا عالميا. دكتور طه جابر العلواني لم تذكره من ضمن الأساتذة الذين أخذوا عن الشيخ عبد العزيز سالم. تحدثت عن رسالة دكتور خالد، رسالة التي كتبها عن الشيخ عبد العزيز سالم لم يوفي حقه، وهي رسالة غير متكاملة وهذا معروف. وجدت التكرار في بحثك، يعني عد مرتين أو ثلاثة تذكر عن الشيخ عبد العزيز، وأنت في بحثك كأنك خلطت بين الشيخ عبد العزيز وبين المدرسة الآصفية. كان عليك أن تركز على المدرسة وليس عن شخصية الشيخ عبد العزيز سالم رحمه الله.
بالنسبة للشيخ دكتور إبراهيم ودكتور ثامر، أجدتما بارك الله فيكما على ما قدمتموه للمؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. أهدتنا الدكتور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الدكتور قندوز ماحي، جامعة تلمسان من الجزائر. أشكر الأساتذة الأكارم على ما تفضلوا به من معلومات. فقط الدكتور مجاهد مصطفى بهجت، عنوان كلمته نهضة الأمة، المجمع العلمي العراقي من خلال مطبوعاته، فهو ركز على أهم المطبوعات التي أنجزها المجمع، فلا أدري كيف وصل أو يعني ربط بين نهضة الأمة وبين باقي العنوان، فأرى أن نهضة الأمة يعني من خلال ما تفضلت به ما برزت بشكل جلي. فلو اقتصرت على المجمع العلمي العراقي من خلال مطبوعاته نموذجا لكان أفضل وأحسن، والله أعلم. المدارس التي تفضلتم بها أيها الأساتذة الأكارم، يعني من جانب البحث التاريخي وذكر المؤسسين وذكر الأماكن والعلماء شيء جميل، لكن الذي نريد أن نستفيد منه ما هي المناهج التي تأسست عليها هذه المدارس، ماذا كانت تدرس، ما هي المؤلفات التي كانت تدرس في هذه المدارس، وكذلك لأن هذه المناهج كما ذكرتم تفضل أحد الأساتذة الأستاذ يعني أسرة الملالي كان لها دور كبير في مقاومة يعني الغزو الفارسي الشيعي لهذه المناطق. فنحن الآن في زماننا نحتاج إلى هذه المناهج من أجل تحصين أبنائنا وشبابنا تجاه الغزو الفكري وتجاه الأفكار الهدامة التي تغزو بيوتنا ومدارسنا وأبنائنا في كل حين. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ريبوار في جامعة سوران أربيل. بداية أشكر للمحاضرين لما قدموا من بحوث قيمة في هذه الجلسة المباركة. مداخلتي عبارة عن سؤال موجه للشيخ الدكتور إبراهيم يعقوب الحسان، والسؤال مكون من شطرين. في الأول أتساءل عن مصير مدرسة الرحمانية التي درس فيها شيخنا عبد الله الكردي البيتوشي حوالي سنتين أيام احتلال البصرة من قبل صادق خان الزندي. والشطر الثاني من السؤال أتساءل عن حال المخطوطات في البصرة، وشكرا. شكرا جزيلا. هل هناك مداخلات أخرى؟ تفضل. جزاكم الله خيرا. أيضا ما شاء الله أبدعونا يعني المحاضر الكرام. حقيقة فقط أذكر أن الدكتور إبراهيم ذكر أن الذي بنى البصرة هو عمر بن الخطاب، بنيت في زمن عمر بن الخطاب، لكن الذي بناه هو عمر بن العاص، هذا هو المعروف. طيب حقيقة المسألة الثانية حقيقة للدكتور محمد مصلح جزاه الله خيرا، مثل ما تفضل الدكتور سعدي، هناك قامات علمية كبيرة على مستوى العالم الإسلامي، طه جابر العلواني، أحمد الكبيسي الحقيقة المعروف الآن، دكتور حمد الكبيسي، دكتور ياسين الخطيب، ما شاء الله قامات علمية. يعني دكتور مثل ذكرت أنت يعني حقيقة اقتصرت على القليل القليل، فلو كانت يعني كانت ورقتك نماذج من هذه المدرسة يكون أولى وأفضل. والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا. هل هناك مداخلات أخرى؟ طيب نستمع الآن إلى الباحثين، إلى ردود الباحثين. بالنسبة لأشكر الأستاذ الدكتور سعد الجميلي والأستاذ الدكتور أحمد عواد على هذه الإفادة والتي من تثري هذا البحث. الاعتراض الأول، أسباب إغلاق المدارس ربما لم يتعرض له الدكتور وفضيلة الأستاذ الدكتور، أسباب إغلاق المدارس رداً على إثارة الأستاذ السؤال، لم تغلق المدارس هذه، إنما حولت من ملاك إلى ملاك، وبسبب هذا التحويل أهملت، لكن أغلقت بفترة ما أصاب المنطقة والمدينة من اعتداءات متكررة، لكن فتحت بعد ذلك وبأسماء أخرى، ونقل هذا الاسم الكريم الآصفية إلى اسم مدرسة تابعة للوقف السني الآن، والمدرسة عاملة والحمد لله وفيها طلبة للدراسة الشرعية.
لكن ليس هذا الطموح مثل ما كان الأول. هذا سؤال. ذكرت الأسماء في البحث لستين أو يعد أكثر من 60 عالما من العلماء من تخرجوا من هذه المدرسة الآصفية. رسالة الدكتور خالد نعم لم اقتصرت على كثير وعلى الجهد الفقهي، ولم تذكر عن حياة الشيخ عبد العزيز ما الصفحات المضيئة الأخرى، وهي الصفحات التي نريدها في هذا البحث، وذكرتها ما يخص الفكر والمنهج، المنهج العلمي، الأصالة العلمية والفكر القويم، وذكرت أن هذا سبب لما لإنشاء مدارس الآن لمن يريد أن ينمي هذه الفكرة في المساجد. الخلط بين المدرسة الآصفية، نعم ما كانت الآصفية يا شيخنا أستاذنا العزيز تعرف إلى ما لولا حزم واعتداد الشيخ عبد العزيز سالم السامرائي الذي به المدرسة عرفت. جزاكم الله خير. نشكر للإخوة الأفاضل في التعليقات والتوجيهات والملاحظات، ويمكن توضيح في الإجابة على بعض هذه التساؤلات. حقيقة ما ورد من الإخوة، أولا حدود الزمنية وملاحظة الدكتور حول جواز إدخال الدكتور أحمد مطلوب، لأن حدود الزمنية للمؤتمر هي إلى سنة 1980، وهذا صواب وهذا حق، أتفق معك. لكن واقع الحال، يعني أنا حينما أقف على بحوث المؤتمر فأجد بحثين لأحياء يجلسون بيننا، واحد عن الشيخ عبد الملك السعدي والآخر عن الدكتور الأستاذ الدوري، فنقتطع من أعمارهم من 80 إلى 2018 حتى لا ندرس تلك الحياة، أو يدخل ذلك مجازا. فلنقل أنا درست المجمع مؤسسة، فأحمد مطلوب كان أميناً في مدة محدودة، تولى الرئاسة مدة طويلة، هو الدكتور صالح العالي في حدود علمي، فهذا هو الذي عالجته. لكن يعني لم أكن حرفياً في السنين، فأميز بين المؤلفات التي صدرت بعد 80 عن التي صدرت قبل ذلك. هذه الأولى. الثانية قضية المطبوعات، ربطتها بنهضة الأمة، لأن الفكر هو الذي يوجه وهو الذي يقود الأمة. وجوهر الموضوع حقيقة أيضا أن دراستي بحدود 100 كتاب أو بحدود 100 في الحد الأقصى 150 كتاب صدر من المجمع العلمي العراقي إلى حدود سنة 2003. نحن نريد أن بطريق بأسلوب غير مباشر، هذا ما كان من قبل، فماذا بعد 2003؟ هذا الذي نريد أن نجيب في البحث على هذا التساؤل. ولو قسنا عدد هذه المطبوعات بعدد مطبوعات المؤسسات العلمية الأخرى، كأن تكون المجمع العلمي الأردني اللغة العربية الأردني أو المجمع العلمي السوري، قد أقول ربما المجامع الأخرى وربما مجمع اللغة في ماليزيا صدر منهم عدد أكبر، لكني أيضا أنا نظرت إلى الجودة والنوعية في الكتب والأساتذة الذين قدموا هذا النتاج العلمي. ففي مثلا في دي بي بي المجمع اللغوي الماليزي أصدر سنة 2018 284 كتاب في سنة واحدة، وأعاد كتاب 74 إلى آخر، لا أريد أن أطيل حقيقة، فالمسألة فيها نظر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أستاذ عابد. أنا في بحثي أشرت إلى المواد التي كانت تدرس في مدرسة بيارة بالتفصيل، فكانت المواد تدرس في هذه المدرسة من الفقه وأصول الفقه والحديث وكذلك التفسير والتجويد وعلم القراءات والعقائد والكلام والنحو والصرف والبلاغة والحكمة والرياضيات والمنطق والفلك وكذلك آداب البحث والمناظرات، ولكن لم يكن عندنا وقت لكي نلقي الضوء على المناهج بالتفصيل، فنعتذر منكم. شكرا جزيلا. دكتور إبراهيم يعقوب. جواب للدكتور عبد القادر البرزنشي عن سبب إغلاق هذه المدارس. في الحقيقة أنا الذي أعرفه
أن المدارس الدينية وتحديدا في بداية السبعينيات في 1974 قرار في إغلاق هذه المدارس جميعا، وقسم منها تحول إلى التعليم وتحت إشراف التعليم الحكومي، وهذا معروف لدى يعني المطلعين على هذا الأمر. بل أكثر من ذلك أن لكثير من المدارس أوقاف، حولت هذه الأوقاف إلى الأوقاف وانتهى أمرها. يعني مدرسة النجاة للشنقيطي قد أوقف لها بساتين وأراضي كثيرة، وليس فقط في العراق، لأهميتها ولفاعليتها صدرت تلك الأوقاف، وهذا معروف 1974 وهذا معروف، وهذا مما أدى بالخروج، خروج الكثير من رواد هذه المدارس خارج العراق. بالنسبة إلى الدكتور حسن حول الشنقيطي، وهناك طبعا علاقة وطيدة بالذات بين المغرب وبين البصرة، ليس فقط مجيء الشنقيطي رحمه الله، وإنما جاء قبله الحراق السباعي، يعني هذه عائلة معروفة في المغرب أظن تعرفها، عائلة السباعي، عائلة الكتاني وهي مدرسة الكتانية موجودة، وعائلة السبتي إلى الآن، وبقوا في العراق ولكنهم جاءوا لأن الرابط بين البصرة والمغرب أن البصرة في البداية كانت مالكية، كانت مالكية، وبعد ذلك تعددت المدارس إلى الشافعية وإلى الحنفية كأمثال مدرسة الشيخ عبد الله آغا، وهي مدرسة عثمانية حنفية. شخصيات كثيرة أمثال الشيخ كلكم يعرف الشيخ تقي الدين الهلالي هذا مغربي، والشيخ المنصوري هذا مغربي، مشايخ كثير، والشنقيطي في يعني آخر شيء وهو مغربي ولكنه ولد في شنقيط، وهو من ذرية كما يقول المغاربة من ذرية محمد فأل الخير، وهذه ذرية أو عائلة حسنية موجودة في المغرب، وكذلك الشيخ محمد الرابح، وكذلك هذا عالم إدريسي وفد إلى البصرة وبقي فيها. بالنسبة إلى جواب الدكتور ريبوار حول مصير المدرسة الرحمانية، فكذلك المدرسة الرحمانية تحولت إلى المدارس الحكومية وانتهى أمرها في بداية السبعينيات ولم يبقى منها شيء، بعد أن كان آخر من كان عليها هو فضيلة العلامة المرحوم رحمة الله عليه الشيخ عبد الوهاب الفضلي رحمة الله عليه، وهو من تلامذة الشيخ قاسم القيسي رحمه الله. أما مصير المخطوطات فهذا حديث يدمي القلب حقيقة، يعني المخطوطات قسم من المخطوطات ما زالت موجودة ولكن صعب الوصول إليها، فهناك من المكتبات الباقية المشهورة في العالم الإسلامي في البصرة التي تحوي على آلاف المخطوطات هي مكتبة آل باشعيان، معروفة في العالم مكتبة آل باشعيان العباسي، هذه عائلة عباسية معروفة تمتلك هذه أو تمتلك الكثير من المخطوطات، أما الباقي فقد نالها ما نالها نتيجة توالي النكبات من الاحتلال وما حدث في البلاد. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. هو كل احتلال يهجم ويتعمد القضاء
على التراث الثقافي ومن أيام التتار. يعني المغول ما لهم، يعني يقولون هم عبارة عن قبائل همجية، إذا كانوا قبائل همجية فعلا ما لهم ما الكتب وما لهم ما المكتبة، لكن هم يشعرون أن الغض من هذه الثقافة هو تحقيق لهدفهم الباطن. عفوا دكتور، دكتور بس ملاحظة الدكتور أحمد حول بناء البصرة، هو أمر من سيدنا عمر في بناء البصرة، والذي بناه هو عتبة بن غزوان وليس عمر بن العاص. شكرا جزيلا. دكتور ثامر في رد؟ لا بس لا أذنت لي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أستاذنا الدكتور سعد الجميلي وشيخنا الدكتور أحمد عواد الكبيسي على إشادتهما بموضوع بحثنا المتواضع، وأحيي الدكتور حسن يشو الذي كانت مداخلته متميزة كما هو دأبه دائما، وأثني خيرا على أخينا الدكتور قندوز، وأود الإجابة على سؤاله وهي إجابة مكملة لإجابة أخينا الباحث الذي أجاب قبلنا. أود أن أقول للدكتور قندوز ومن خلاله إلى الحاضرين جميعا أنه في مطلع القرن العشرين الميلادي كانت هناك هجمة على العراق، وهذه الهجمة هي هجمة أو غزو فكري إيراني، وقد أنشئت في مدينة سامراء التي كانت حاضرة من حواضر الخلافة الإسلامية مدرسة دينية كما أشرت في ملخص بحثي، وقد فطن لذلك علماء العراق الكبار، وكان على رأسهم العلامة الشيخ محمد سعيد النقشبندي رحمه الله، فتجشم عناء السفر متجها إلى العاصمة الأستانة في ذلك الوقت، وقابل السلطان عبد المجيد رحمه الله وعرض عليه الأمر، قدم له شكوى من الغزو الفكري الريح الصفراء القادمة حينئذ إلى العراق. السلطان عبد المجيد من حكمته وثقته بالعلوم الإسلامية وبالحق الذي عليه المسلمون من المذاهب الأربعة قال له: أنا لا يمكن أن أمنع نشاطاً علمياً ومعرفياً، أنا لا يمكن أن أغلق المدرسة، لأنه كما قيل العقيدة كالمسمار، كلما طرقت على رأسه كلما ازداد رسوخا، وإنما ننشئ مدرسة في مقابل تلك المدرسة. فصدر فرمان بمعنى مرسوم من السلطان العثماني عبد المجيد رحمه الله بإنشاء المدرسة العلمية في مدينة سامراء في مقابل تلك المدرسة التي بقيت مفتوحة، وبذلك تم تجفيف ينابيع الفتنة، وحافظت تلك المدرسة على الهوية الدينية الإسلامية المذهبية لتلك المناطق في محافظة صلاح الدين، في محافظة تأميم كركوك، وكذلك في محافظة الأنبار وبقية المحافظات العراقية. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لكن لابد من دراسات معمقة حوله. شكرا لجميع المتداخلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. شكر الله لكم وأحسن إليكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.